ومعاريب برية فنجالها شارب. مشاهدينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا وسهلا بكم في لقاء جديد مع برنامج الأكارم. ننطلق وإياكم بسيل عارم، ننطلق بجميل العطاء والمكارم، ننطلق مع الجميلين الأكارم في برنامج الأكارم. ننطلق لنكمل الرواية، لنتم الحكاية، لنروي السقاية مع قناة بداية. ننطلق مع الجمال والكمال والدلال والروعة والإبداع والإمتاع والإشباع. اليوم ما شاء الله تبارك الله، يعني يقولون اترك همك والغم والصربعة وانطلق في البرنامج لو كنت أربعة. الحصيني يقول: لو سمحت يا أبو عبد المحسن، أنا سأتولى الأمر في الحلقة كاملة. يا حسيني ما يصير؟ قال: لا، عندي قصص مجهزها أنا. ما طيب. قال: مرة. قلنا: طيب شوف يا أبو حسيني، أجل بنجيب يعني واحد يقرأ القرآن على الأقل يتدبر. قال: هذه ما يخالف، رجل فيه خير، يا رب لك الحمد. قلنا: أجل شويش عشان منسق وتعرف كذا. قال: سامح له، الحين صار الحسيني يسمح للمنسق عن المفروض العكس، بس عادي الحمد لله. فقلت له: طيب باقي بندر السلمان، يعني إن أذنت لي بس على أساس لو فيه مشكلة نحلها وكذا، نحاول نطرق لها. قال كذا: أنا أجيب مشكلة. قلت: يعني ماشي، أجل أنت خذ القرآن والتدبر وأصير أنا وياك ونقدمه كذا. قال: لا، أنا ما بقادر. طيب أنت بقادر، لا تسوي، ركد علينا. قال: خلاص خلاص، خل بندر يجي. شوف زي يعني ترى مشيتها لك، يلا يلا خلاص يلا. فالحمد لله يعني جيت أنا وشويش وأبو عبد الله الشهراني الله يسعده والشيخ بندر، يعني على أساس. فاليوم كل الكلام بيصير عنده، هو سوالف عنده. عنده كم قصة اليوم؟ 24؟ اي نعم، 24 قصة هي. اي نعم، اليوم عندي قصص واجد، والحمد لله انه ما جاء الأربعة، هذا من حظي. أيوة. أقص وأتكلم واجد يا أخي، أنا أقعد بعض الأحيان ما أقص. أيوة. لأنه واجدين، أفتح المجال هذا، لكن اليوم الحمد لله. أيوة. إنه ما في أحد اليوم. أيوة الحمد لله. أيوة. الحمد لله. سعد اليوم ما هم هناك، عشان كذا لا بدي فضفض يطلع لي في خاطره. لو أنا هناك ما هم واحدة ولا ثنتين، لكن هناك لازم يعبر. تبي هنا تجي؟ والله وديك. أي والله. مخرج معي يقول: لا، اوعى يجي الحسيني هنا، ما يجيش ابدا. خلاص. لو على على قصتي، لو على قصتي ما يجيش هنا يا محمود ابدا. ولا يا سيد. اه صحيح، ما نعملش كده، مش عاوزينه يجي هنا. عاد سيد ما عنده لف دوران. ايه. سيد ما شاء الله طويل. ما شاء الله. لو يهبدك بيده سدى رحت فيها. كان اروح فيها. اي والله. في يوم الجمعه وضمن البرنامج اللي